السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الفيديو اللي قبل ده على طول اتكلمت عن موبايل اوبو اي 77 4G. لو حابب تاخد فكرة عن الموبايل هسيب لك اللينك في خانة الوصف اسفل الفيديو. انما الفيديو ده بقى يا صديقي هتكلم عن الاوبو اي 77 5G واللي بيكون افضل من الاوبو اي 77 4G. تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا كل شيء عن الموبايل بالتفصيل، ويلا بينا ندخل في كل التفاصيل. اهلا بحضراتكم من جديد في عالم الموبايلات. كعادة بداية اي فيديو هبدأ معاكم بالمواصفات العادية، وبعد كده هتكلم عن المواصفات الرئيسية. المواصفات العادية اللي موجودة في الاوبو اي 77 5G: اولا التصميم، الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل سواء الظهر او الاطار الجانبي، اما الواجهة الامامية من الازاز. الموبايل مقاوم للماء والغبار بشهادة IPX4. اما ابعاد الموبايل، الطول 163.8 ملي والعرض 75 ملي والسمك 8 ملي، الوزن 190 جرام. التصميم كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل، وكمان تخانة وسماكة الموبايل معقولين جدا برضو ما فيهمش اي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 5G وبيدعم تركيب كارت ميموري علشان تقدر تزود المساحة الخارجية زي ما انت عايز، وكمان الموبايل بيدعم خاصية الـ NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب. لو حابب تاخد فكرة عن الـ NFC انزل لخانة الوصف اسفل الفيديو. وطبعا الموبايل بيدعم بصمة الاصبع وموجود على زر الباور، وبيدعم خاصية الفيس انلوك او بصمة الوجه، وكمان الموبايل بيدعم منفذ سماعات الاذن، سماعات الهاند فري، وبيدعم سماعات السيريو علشان تجربة الصوت تكون واضحة ونقية. ده غير طبعا انه بيدعم الواي فاي والبلوتوث والجي بي اس. اما نظام تشغيل الاوبو 77 5G اندرويد 12 مع واجهة كولور او اس 12.1 احدث اصدار. دي بقى المواصفات العادية اللي موجودة في الاوبو 77 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل ولا لا، وهبدأ بالشاشة واللي بتكون من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بجودة ال HD بلس، للأسف مش بجودة الفول HD، بدقة 720 بكسل في 1612 بكسل، وكثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز، ويمكن دي الحاجة الكويسة اللي موجودة في الشاشة. ومعدل السطوع 600 شمع علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح خاصة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. وأبعاد عرض الشاشة 20-9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الموبايل. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة هي شاشة الأوبو اي 77 4G، ما فيهاش أي تغيير. يمكن الحاجة الكويسة اللي موجودة في الشاشة سواء في النسخة الـ 4G أو الـ 5G معدل تحديث 90 هرتز، دي اللي هتفرق مع اداء الشاشه نوعا ما، وباقي الارقام ضعيفه وهتقدم اداء متواضع. اما مساحه تخزين الاوبو 77 5G، الموبايل برام 6 جيجا مع ذاكره تخزين 128 جيجا بايت، ودي نسخه وحيده اعلنت عنها الشركه بشكل رسمي، طبعا غير ان الموبايل بيدعم تركيب ميموري علشان تزويد المساحه الخارجيه. اما عن اداء الاوبو 77 5G، المعالج من ميديا تك ديمنس 810، ثمان النواه بدقه تصنيع 6 نانومتر، المعالج هيكون موفر للطاقه. اما المعالج الرسومي مالي G57MC2، المعالج هيقدم اداء كويس جدا وهيناسب الفئة السعرية للموبايل، وهيكون كويس جدا سواء في الالعاب او في التصفح في الانترنت او في اي استخدام بشكل عام. نيجي بقى الكاميرات الاوبو 77 5G، الكاميرا الامامية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، وبتدعم الـ HDR والبانوراما وتصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية. اداء الكاميرا الامامية هيكون متواضع، كنت اتمنى ان الكاميرا الامامية تكون على اقل بدقة 16 ميجا بكسل ولكن ده ما حصلش. اما الكاميرات الخلفية في الاوبو 77 5G مزدوجة مع فلاش ليد مزدوج، الكاميرا الاولى والاساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، اما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 وخاصة بعمل العزل والبروتري. الكاميرات طبعا بتدعم الـ HDR والبانوراما والتصوير الليلي وتصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية. الكاميرات الخلفية هتقدم اداء نقدر نقول جيد من ناحية الجودة او الالوان. اما بقى بطارية الموبايل بسعة 5000 ملي امبير وشاحن بقوة 33 واط، شاحن سوبر فوك، شاحن سريع، ووصلة الشحن تايب سي. البطارية قوية وحدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، وهيساعد في كده برضو المعالج الموفر للطاقة، ودي من اهم المميزات اللي موجودة في الاوبو 77 5G. نيجي بقى لفتح علبة الموبايل ونشوف ايه اللي موجود في العلبة. يكون موجود في علبة الاوبو 77 5G الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن، وصلة الشحن تايب سي، وموجود جراب لحماية الموبايل من الخبطات والصدمات، جراب سيليكون، وموجود دبوس معدني لاستخراج شريحة الاتصال وكارت الميموري، وطبعا موجود في العلبة دليل البدء السريع وشهادة الضمان. ده بالنسبة لفتح علبة الاوبو 77 5G. نيجي بقى للخلاصة واللي هقول لك فيها اذا كان الموبايل كويس ولا لا. الاوبو 77 5G المعالج اقوى من الاوبو 77 4G، فبالتالي هيقدم اداء كويس جدا خاصة في الالعاب، وتصميم متميز للاوبو 77 5G زيه زي الاوبو 77 4G.
اما عن كاميرات الموبايل ما فيهوش اي انبهار، يعني مش هتقدم حاجه. طب هيكون اداء الكاميرات في الاوبو 77 5G جيد، ما فيهوش اي مشاكل. اما الكاميرا الاماميه في الاوبو 77 اداء هيكون ضعيف جدا. اما بقى الميزه الابرز في الاوبو 77 5G البطاريه القويه واللي هتدوم لوقت طويل، زائد الشاحن السريع السوبر فوك. وللاسف الشاشه في الاوبو 77 5G ضعيفه جدا، على الاقل مش متوسطه. دي بقى الخلاصه عن الاوبو 77 5G. نيجي لاخر حاجه وهي سعر الموبايل. السعر اللي هقوله بالدولار للنسخة الوحيدة رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، 290 دولار بالمصري حوالي 5400 جنيه. اما سعر الموبايل بالسعودي 1089 ريال، في الامارات 1065 درهم، وفي المغرب 3064 درهم، وفي الجزائر 23294 دينار، وفي العراق 335690 دينار عراقي، وسعر الموبايل في الاردن 163 دينار، واخر حاجة سعر الموبايل في الكويت 70 دينار. دي اسعار الموبايل بالدولار وبعض العملات في بلادنا العربية. لو حابب تعرف الموبايل سعره عامل قد ايه بعملة بلدك سيب لي تعليق وهرد عليك في اسرع وقت ان شاء الله. ويا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم ودير تفيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش عليا بقى بالدعم، خلي الفيديو يوصل للناس اكتر واكتر. ولو عجبكم المحتوى بشكل عام اشتركوا حالا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في عالم الموبايلات. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.